أقول مقالا معجبا لأولي الحجر ولا فخر، إن الفخر يدعو إلى الكبر. أعلم في القول التلاوة عائدا بمولاي من شر المباهات والفخر. وأسأله عوني على ما نويته وحفظي في ديني إلى منتهى عمري. وأسأله عني التجاوز في غد فما زال ذا عفو جميل وذا غفر. أيا قارئ القرآن أحسن أداءه يضاعف لك الله الجزيل من الأجر. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه وما كل من في الناس يقرئهم مقري. وإن لنا أخذ القراءة سنة عن الأولين المقرئين ذوي الستر. فللسبعة القراء حق على الورى لإقرائهم قرآن ربهم الوتر. فبالحرمين ابن الكثير ونافع وبالبصرة ابن للعلاء أبو عمري. وبالشام عبد الله وهو ابن عامر، وعاصم الكوفي وهو أبو بكر، وحمزة أيضا والكسائي بعده أخو الحذق بالقرآن والنحو والشعر. فذو الحذق معطي للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حدر. وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من مكثنا فيه والفكر. وإما حدرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ دين العباد إلى اليسر. ألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرته ليدري به من لم يكن منكم يدري. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالذخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري. وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري.